مهما كان تخصصك وعندك علم، لان ممكن الحته اللي انت فيها يكون واحد مهندس، ممكن الحته اللي انت فيها واحد متعاطى احد هذه العدوات، يبقى عندك علم تقدر يعني تعرف حتى علاماته، طب تقدر تساعده ازاي؟ توضح، يبقى عندك علم توضح مثلا لو جيت في مع مجموعه اصحاب او جيت مثلا في اي لقاء تقدر تقول يا اخوانا تقدر الشباب بالذات والمراهقين، المراهقين هم اكثر الناس عرضه عشان السيكولوجي بتاعهم مش متزن، فممكن اكثر الناس عرضه يجي لهم الحاجات، فتوضح لهم مثلا اذا كنت فاهم ان المورفين والترامادول ده بيكون الحاله الجنسيه فالحقيقه هي، اذا كنت فاهم انه بيعمل كذا الحقيقه هتقول له الحقيقه العلميه، يبقى انت كده عملت فعلا احسن انجاز بصرف النظر عن الامتحانات والكلام ده، حاجات اولا سهل معلومات عامه، بس انا عايز اطلع طبيب مثقف وبعدين في نفس الوقت مفيد، مفيد للي حواليه، مش انا بس عندي علم كده عشان الامتحان، لا. وبعدين هتقابلك بقى في الحياه مشاكل كثيره جدا، انت في اي عياده هيجي لك واحد مدمن للاسف الشديد، واحد كذا واحد واخد، مش شرط المدمن يا ولادي يكون يعني هو انتنشن هو يبقى مدمن وبياخد دواء، لا، او لما تضحك عليه التجار والمجرمين، نمره اثنين ممكن واحد عنده الم، عنده الم وبياخد الدواء فاصبح مدمن. نسبة الإدمان وسبحان الله نسبة الإدمان مع الألم قليلة جدا، ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، الإدمان أكتر مع اللي بتدلع، اللي بياخدها إيه التجربة يقول لك إيه؟ جرب كده نشوف الروقان والحاجات اللي بتعملها اللي بنقرا عنها في الكتب دي، يقول لك بتطير وكده وبيحسوا الدنيا واخد منكم يا شباب؟ طيب نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بتعريف الأوبيويد. أوبيوم يعني أفيون. أوبيويد يعني شبيه الأفيون. والأفيون أنا عايز أوريه لكم أهو يا شباب. هذا اوريكم الافيون اهو. دي بيجي من شجره معروفه جدا ومشهوره في افغانستان وفي دول كثيره اللي هي خشخاش. الثمره بتاعتها تيجي يعملها جرح كده بتطلع ماده زي الحليب. هذا الحليب هذا الحليب بيحصل بيجمد تديك حاجه بني شويه زي ما انتم شايفين يدوبوها. الماده دي الماده الطبيعيه شوف فيها كام ماده؟ فيها مورفين حوالي 10%. فيها كوديين وفيها بابا فرين. يمكن انتم سمعتوا على بابا فرين. ده دواء مضاد للتقلص. سموز دايركت سموز مصر اللاتي. اللي يهمنا انا المورفين هو نمره واحد، لان الكوديين ضعيف بالنسبه للمورفين واحد الى 10 ضعيف كده، فانا اللي يهمني المورفين، عشان كده الماده دي اسمها الاوبيوم. اي دواء يدي مفعول زي الاوبيوم يسموه ايه؟ اوبيوم، دي تعريف كلمه اوبيوم. اي دواء سواء كان ناتشورال ده ناتشورال اهو جاي من الطبيعه، او سينثيتك انت مصنعه، او موجود جوه الجسم، يعني جوه الجسم هل في اوبيويد؟ نعم عندي. لو الدايلورفين والاندورفين والانكيفرين الحاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا ليه يا اولاد؟ عشان يسكن لنا الالم. انت يعني واحد منكم اي واحد منكم يعني لو مر بحادثه او بحاجه يقول لي شعر بالالم ولا مش ما شعرش؟ كنت حكمه الله سبحانه وتعالى، فربنا عامل الاندورفين اللي عندنا وعامل الحاجات اللي بيود اللي عندنا عشان ما تشعرش بالالم في الحوادث العظيمه. واحد يقول لك مثلا رجلي اتكسرت ما شعرتش باي حاجه. اخر حاجه شفتها مش عارف ساعه مثلا السياره ما دخل علي، صح يا ولاد؟ اسمعوا القصص بتاعتهم دي. فما شعرش بالالم عشان في عنده اندوجينس. عرفت كلمه اوبيويد تشمل ايه؟ تشمل الاندوجينس والاكسوجين. الاكسوجينس نوعين، منها ناتشورال ومنها ايه؟ سينثيتيك اللي هو المصعب. الانسان صنعه علشان يعالج بيه الالم. طبعا الموضوع بتاعنا يا اخوانا اللي هو اسمها انالجيسك، لها اسم ثاني ناركوتيك انالجيسك. هنا انالجيسك مسكن. احنا اخذنا قبل كده النان ستورويد الانتيفيرامتر. ما الناركوتيك يعني؟ يعني اللي بتعمل ستيوبر، اللي بتعمل دراوزنس، اللي بتعمل دروخه. فالاسم ده يعني ما اصبحش يتداول كثير، مش هتلاقي الكوتيك في هذا الوقت، لانه ناركوزس يعني مخدرات، تركيبتها باللغه العربيه الادويه المخدره. فمش حلو، هي مش مخدرات يعني. وبعدين يحصل فيه كونفيوجن مع الادويه الجنرال اناسيز، انت خدت الجنرال اناسيز اسمها برضه ايه؟ المخدرات. او مخدرات. فلما يحصل في كونفيوجن فاحنا احسن اسم دلوقتي اللي هو الاوبيويد. الاوبيويد الاوبييت كلمه الاوبييت تعريفها الحاجات اللي جايه من الاوبيوم يعني الناتشو. يشمل ده كله تحت مظله اسمها الايه؟ الاوبيويد. خلاص؟ دي اتفقنا على الاسم في الاول كده وهي انالجيسك طبعا وانالجيسك عظيم. ما فيش عندنا في العالم كله اقوى مسكن في العالم هو الاوبيويد. عشان كده بتكتب للالم العظيم. ومن الاسراف ومن الجهل ومن الحماقه انا اكتبها لألم مودريت او مايل. ده حرام اصلا. ابدا يا اخي. دي حاجه عظيمه لألم عظيم لانها لها اضرار عظيمه بقى. لازم نعرف. طيب نعرف ازاي طب هي الدواء ده بيشتغل يا اولاد؟ اولا هي اجونست. ده انا مصنعه سواء اي حاجه تبقى اجونست على ايه؟ على ريسبتورز.
الريسبتورز الموجوده عندي في الجسم اسمها ايه؟ اوبيويد ريسبتورز. موجوده فين؟ موجوده بري سينابتيك وبوست سينابتيك. انت عارفين النرفس سيستم فيه نوعين من النيورونز، بري سينابتيك وبوست سينابتيك. واضح يا شباب؟ طيب نمره اثنين، ايه الاوبيويد ريسبتور دي؟ طب هي ربنا خلاها جوانا الريسبتور ده عشان مين؟ عشان الحاجات اللي جوه اللي انا قلت لكم عليها، لها دور كبير حتى في الاندوكراين، الحاجات اللي في الحراره، الحاجات اللي جوه ديت لها دور كبير، اللي هي الاندورفينز، الانكفالينز، الداينورفين، حاجات كثيره كده. ويقال ان الابر الصينيه بتعمل عن طريق ستيميليشن للاندوجينس اوبيويد. واضح يا شباب؟ يقال ان ده احد الميكانيزم بتاعها، زي بتسكن الالم، زي بتعمل حاجه بتطلع لي اندوجينس اوبيويد. ده مش دورنا. يبقى انا اول حاجه عرفت هي اجونست على انهي ريسبتور، ريسبتور موجوده طبيعيه جوه عندي في الجسم. نمره اثنين اسمها ايه الريسبتور دي؟ يلا اسمها ثابته من زمان، اسمها لاتيني شويه، ميو والدلتا والكاتا. سيبكم من الرابع هي الاورلي، مش مشكله ده عشان فيها خلاف. يبقى احنا هناخد ثلاثه، مين اهمهم على الاطلاق؟ لميو. اهمهم على الاطلاق لميو، هي اللي بتعمل تسكين، وهي اللي بتعمل ادمان، وهي اللي بتعمل كل حاجه، الاسبيراتور اللي بتعمل سايد افكت، فاهم حاجه عندي يا اولاد ايه؟ الميو. الكابا والدلتا اقل في الاهميه شويه. اقل في الاهميه شويه. طيب هذا نمره اثنين. بعد كده طب الريسبتور دي موجوده فين؟ والله موجوده مين؟ في السي ان اس. في السي ان اس كل الاعصاب، السي ان اس والبريفرال نيرفز. طبعا انت مش مهم التفاصيل، في السيربرال كورتكس موجود. وده عامل مهم جدا يفرق لي اللي هو الاوبيويد على النون ستيرويدال انتي انفلامات. النون ستيرويدال انتي انفلامات اخرها السلامس سب كورتيكال، عشان كده قدرتها محدوده للمودريت بين، موجوده مثلا في مكان الانفلاميشن وموجوده بعض الاماكن، لكن ايه اخرها في السب كورتيكال. واضح يا شباب؟ لكن ديت موجوده في السيريبرال كورتكس، ودي مهمه جدا، موجوده في الليمبيك سيستم، موجوده في الاميجدالا، موجوده في اماكن كثيره جدا، بتغير البرسبشن بتاعك، مش بتمنع الالم زي ما نعرف دلوقتي، لا بتغير استقبالك للالم. وانت ما تستثمر الالم بايفوريا، بانبساط، بكل اللي عندك الالم. لازم نعرف كده كويس. طيب هل موجوده في السي ان اس بس والبريفرال نيرفز بس؟ يعني في الاطراف، ودي حاجه حديثه، موجوده في الاعصاب الطرفيه. العصب ايه عملوه ازاي ولا تجربوا ازاي؟ قال لك طب راح مدي حقنه مورفين في الركبه. قدر يعمل منظرة الركبة بدون آلة. يبقى موجودة ريسبتور ولا مش موجودة؟ خلاص يبقى دي نمرة واحدة. نمرة اثنين موجودة في الجي اي تي. تعمل ايه في الجي اي تي؟ لها وظيفة العامة. موجودة في البيريري سيستم. نمرة ثلاثة موجودة في الاميون سيلز. لها دور في المناعة. وملخصة ببساطة استيميوليشن لهذه الريسبتور على الاميون سيستم انهبت الاميون سيستم. عشان كده للأسف الشديد تجد ان المرضى المدمنين بيجي لهم ايه يا اولاد؟ ايدز، بيجي لهم مشاكل لان الاميون سيستم بتاعهم انهبت من كتر الاستيميليشن بتاع الاوبيويد ريسبتور. عرفنا مكانها فين يا شباب؟ طيب اديني مثال كده لفول اجونست. ومعنى فول اجونست يعني لازم اشتغل على الميو، لازم على القويه، لان هي اقوى حاجه نعرفها دلوقتي. لما اي حاجه مثلا على الكابا والدلتا لو واحد اجونست عليها ضعيف. عرفت الكلام يا شباب؟ وانا عايزكم تكتبوا كلمه باللغه العربيه كده مهمه، ان الدواء قوي، قوي في كل حاجه، قوي في التسكين، قوي في السايد افكت، قوي في الوزدرول لما المريض يسحبه قوي شديد جدا عليه. والدواء المايل مايل في كل حاجه، مايل في الافكت، مايل في السايد افكت، مايل في الوزدرول. ودي فكره هتاخدوها ان شاء الله معايا ومع دكتور احمد، علاج الادمان. لما اجي بعالج الادمان هو بياخد دواء قوي، دايما بيحب القوي عشان يعمل له فوريا انبساط. هم استبدلوا بدواء ايه يا اولاد؟ اقل شويه في القوي، اقل شويه في الكول حتى ما اسحبه منه خالص، عملوا زي ويني. واضح معايا الكلام؟ عرفت بقى كلمه فل؟ يبقى بيشتغل على ميو قوي شديد. النالوكسون لازم احفظه يا اولاد، ده الانتيدوت. واللي من فضل الله سبحانه وتعالى ان العلماء طلعوا انتيدوت لهذا التبع. ليه؟ لان قلت لكم انتوا خدتوا بالكم دلوقتي انه ممكن يعمل ريسبيراتوري ديبريشن. يعني يموت المريض من ريسبيراتوري ديبريشن، فالحقوا بحقنه ايه؟ نالوكسون. ليه انتيدوت؟ كويس كده. طيب. طيب يا سيدي هي بتسكن الالم ازاي بقى؟ بتسكن الالم، انتوا عارفين مسار الالم درستوه صح ولا مش صح؟ مسار الالم في اللي هو عدي هنا بالنسبه للفرضه اسندنج اهو، وفي ديسندنج. ايه الديسندنج؟ الديسندنج ده فرمله يا اولاد، بفرمل الالم كمان، يعني سبحان الله يعني انتنسيفيكيشن، تقويه للفرمله عشان الالم ما يمشيش، ربنا عامل كده الم، عمل طريق عشان ينهبت الالم. طيب يعني الريسبتور اللي عندك دي موجوده فين؟ موجوده في البريفرال سنسور ريسبتور، موجوده هنا اهو في الاطراف خالص، عند اي حته في جسمك فيها اوبيويد ريسبتور. وبعدين موجوده في الدورسال هورن اوف ذا سباينال كورد،
استفيد من كده ايه؟ يعني لو حقنت لك حقنه مورفين بالظهر زي ما كنا بنعمل اللوكال انستيك بتسكن الالم؟ نعم. طب ايه الفرق ما بينها وبين اللوكال انستيا؟ اللوكال انستيا كل السنسيشن انستيسيا انا مفيش، لكن هنا انالجيسيا يبقى الالم بس. عارف الفرق ما بين الاثنين يا اولاد؟ حقنتهم مع بعض قووا بعض، عشان كده ممكن تحط مورفين مع لوكال انستيسيا تعمل ولاده جميله جدا وتعمل عمليات قطاع ممتازه جدا، لكن انت عندك انالجيسيا قويه وعندك كمان تخدير الالم والحاجات دي كلها. واضح يا شباب؟ يبقى الانستيسيا كل السنسيشن حتى الموتر كمان ممكن تفقد الانستيسيا لانه بيمنع الاكشن ما تمشي، لكن هنا مختار حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ البين بس. هذا المكان الثاني. وبعدين موجوده حتى سيريبرال كورتكس. هل مهمه فوق كده؟ نعم مهمه، عشان قلت لك البرسبشن استقبالك للالم وتحملك للالم مهم جدا فوق. عشان كده هي اقوى حاجه مسكنه للالم. طيب خلصنا من الاسندنت. طب موجوده فين في الديسندنت؟ موجوده في الميد برين وموجوده في المظله وفي البونز في الاماكن. طب ايه الحاجات دي بتعمل ايه؟ النيرون ده، النيرون ده بيرسل هنا يا اولاد بيطلع هنا نور ادرينالين وبطلع هنا سيروتونين. طب النور ادرينالين بيعمل ايه؟ بيشتغل على هنا السيمبل الفا 2. طب الالفا 2 بيعمل ايه؟ انهبيشن ولا ستيميليشن؟ انهبيشن. يبقى اكيد هنا النيرون ده هو عليه الفا 2 يقوم هي تستيميوليت. نعرف دلوقتي ازاي استيميوليت النيرون ده يقوم يطلع نور ادرينالين، يقوم يشتغل الالفا 2 انهبيت ريليز اوف بين ترانزميتر زي السبستانس بي والمواد بتاعت الايه؟ الجلوتاميت والحاجات دي، اهم حاجه السبستانس بي في الحته دي. عرفنا يا شباب؟ يبقى هي موجوده في الاسندنج باسوي، موجوده برده في الديسندنج باسوي، بحيث ان الالم خلاص لا يصل للمخ فرما للالم. واضح يا شباب؟ وانا استفدت من اماكن تواجدها المختلفه، ممكن اديك حقنه هنا موضعيه تسكن الالم، ممكن اعطيك هنا حقنه موضعيه يا اولاد تسكن الالم، ولو اديتك سيستميك هيمر على الاماكن دي كلها ويسكن لك الالم. طيب دي ايه الاماكن بتاعتها؟ بصوا بقى يا شباب اللي هو الديسندنج باسوي بطلع مواد ايه؟ بطلع اوبيود الاول، والاوبيود انهبت الجاب لان انهبيتر. الجاب اساسا انهبيتر ولا اكسيتاتور؟ انهبيتر. طب ما هي تبقى انهبت الدوبامين هيزيد؟ نور ادرينالين والسيروتونين، يعني نيرون على نيرون على نيرون. هنعرفها دي نيرون على نيرون على نيرون زي ما انتم شايفين كده فوق. شايفين الجاب يا شباب؟ اهي هذا الاوبيود ريسبتور على الجاب نيرون. انهبت الجاب، الجابة اساسا كان انهبيتور. اما انت شلت الانهبيشن اصبح ستيمولات. يبقى هنا النور ادرينالين ستيمولات عشان ما تتلخبطوش، لانه ايه تتلخبط شويه يقول لك ايه؟ برضه سؤال بيجي كومن جدا، يا ابن المورفين انهبيتوري الريسبتور بتاع انهبيتور ولا ستيمولاتوري؟ يقول لك انهبيتوري. مش عايز اتكلم. امال له حاجات اكسيتاتور ازاي؟ يبقى الانهبيشن للانهبيتور. نفي النفي. نفي النفي بالظبط. تمام. طيب خلاص فهمنا الانهبيتوري دي. وبعدين يقال انها ممكن الدواء اللي انا بعطيه من بره يطلع اندوجينس اوبيو، ما تهمناش في دي، خلينا احنا في الشغل بتاعنا. طيب قول لي الريسبتور، نخش شويه في الريسبتور ده، يعني ايه الريسبتور ده؟ ازاي بيعمل انهيبيشن؟ ناخد شويه. اولا هو جي بروتين ومن النوع اللي هو جي اي او جي او، يعني انهيبيتوري. يعني هنا الريسبتور ده انتم شايفينه ده متصل بجي بروتين، لما بيحصل له اكتيفيشن الدواء يتصل بيه يحصل ريليز للجي بروتين اكتيفيشن. ها بس انهي نوع الانهبيتور؟ لما بتعمل انهبيشن يا ولاد ببساطه خالص تنهبت ثلاث حاجات. نمره واحد ادينايل سايكليز، فاكرين انت الانزيم ده اللي هو بيصنع ماده الايه؟ سايكليك ام بي، يبقى انهبيتور. مفيش سايكليك ام بي، سايكليك ام بي بتاعت الايه يا ولاد؟ بتاعت التنشيط صح؟ بتاعت التنشيط. يبقى النيرون انهبيتور. يليه تو شانلز مهمين جدا ببساطه خالص، تو شانلز مهمين جدا انهبيتور. نمرة واحد البوتاسيوم تشان. بوتاسيوم ايه يا اولاد؟ سوري، بوتاسيوم تشان بيحصل لها اكتيفيشن مش انهبيشن. بيحصل لها ايه يا اولاد؟ اكتيفيشن يعني تفتح. طب لما بتفتح البوتاسيوم تشان، البوتاسيوم اكتر جوه ولا بره؟ جوه. يبقى لما تفتح يعني البوتاسيوم يمشي منين لمنين؟ جوه لبره. يعني اصبحت الممبرين دي بولاريز ولا بولاريز؟ هايبر بولاريز. يعني الممبرين اكتف ولا ان اكتف؟ ان اكتف. هذا اول طريق. يبقى يحصل ايه؟ اوبننج للبوتاسيوم تشانل نتيجه لنقص السايكليك ام بي ونتيجه للاكتيفيشن اوف ذا ريسبتور. لما تفتح البوتاسيوم تشانل يطلع يا اولاد البوتاسيوم من جوه، لان البوتاسيوم جوه اكثر بكثير من بره، فتحت له السكه هيمشي. اصبح الشحنات الموجبه جوه قلت بقى نيجاتيف، اصبح الممبرين ايه؟ هايبر بولاريز، يعني ان اكتف، يعني نوت ريسبونس، خلاص ما بيستجبش. يعني جبت له الاكشن بوتنشال بتاع الالم يقف. دي نمره واحد. نمره اثنين تقفل الكالسيوم تشانل.
تكفل يا شباب الكالسيوم. والكالسيوم ده مهم؟ نعم مهم جدا. ليه؟ لانه هو اللي هيخش الحاجات الترانزميتر دي عشان تطلع، كلها بتطلع بالاكسوسايتوز. زي فاكرين الانسولين، فاكرين الاستايل كولين، كل حاجه عايزها كالسيوم. انت منعت الكالسيوم يبقى ما فيش ريفلكس. عرفت الميكانيزم ببساطه خالص؟ يبقى هو جي بروتين كابلت ريسبتور من نوع الانهبيتوري، ما بيحصل له اكتيفيشن. بيحصل ثلاث انهبيشن اوف ادينوسيلاز، انهبيشن اوف كالسيوم شانل او كلوجر اوف كالسيوم شانل، نمره 3 اوبننج للبوتاسيوم شانل، وبالتالي انهبيشن اوف ذا ميمبرين. نقدر نقول كده انه هايبر بولاريزيشن اوف ذا ميمبرين. خلاص يا ولد؟ طيب اوكي. نيجي بعد كده اهو، هو نفس الكلام الشرحه مفيش حاجه. في هنا حته عندي في الاخر بقى اللي هي ايه؟ سبحان الله، في ريسبتور كابلنج. ايه الكابلنج ده؟ يعني ريسبتور متصل بالشانل، صح؟ بوتاسيوم شانل والكالسيوم شانل، ده اسمه الكابلنج. عشان يحصل سبحان الله، فاكرين في الانسولين يا شباب؟ كان لما الدواء الانسولين يمسك الريسبتور يحصل له اندوسيتوزس، صح؟ يخش وبعدين يحصل له ريسايكلينج. العمليه دي عمليه تكوين، كانها تنظيف وتكوين، يخش جوه يتنظف ويرجع تاني على الممبرين تاني. العمليه دي مهمه جدا جدا علشان الاكشن بتاع الدواء. ليه بقى؟ وجدوا ان مرضى او الناس اللي بتاخد مورفين لمده طويله بيحصل لهم تولرانس. بيحصل لهم يا شباب؟ احد اسباب التولرانس هو فيلير ده. فيلير اوف كابلنج، فيلير اوف اندوسيتوس. واضح الكلام؟ ايه فيلير اوف كابلنج؟ يعني يعني انت مسكت في الريسبتور مالوش دعوه بالقنوات. بيحصل انكابلنج. عرفنا الكلام؟ ما بيحصلش اندوسيتوزس، يعني الريسبتور مع الدواء ما بيخشوش جوه عشان يحصل لهم تنظيف وتقويه ويرجعوا تاني. فهمت الفكره دي؟ فدي حته مهمه جدا عشان تعالج الايه؟ التولرانس. وكلمه تولرانس يعني ايه يا شباب؟ ديكريز ذا فارماكولوجيكال افكت اوف ذا دراج اون ريبيتد ادمنستريشن. يعني النهارده باخد 10، بكره مش هيكفيني ال 10. ليه؟ الافكت قل، لو اديت ال 10 بس مش فمضطر اعمل ايه؟ 20 زياده ب 20. عشان كده سبحان الله تجد ان المدمن المورفين مثلا ممكن ياخد جرامات. لما سعادتك اللي هو الناس النييف يعني المستجدين اللي ما اخدش الدواء قبل كده، لو اخد 60 مللي جرام دوك بياخد جرامات 2 جرام 3 جرام جرام، كميه ضخمه جدا. انت لو اخد 60 مللي جرام ممكن يحصل لك ريسبيراتوري ديبريشن وارست وتموت. ليه؟ انت مش عندك تولرانس. لما هو عنده ايه يا اولاد؟ تولرانس. لازم نفهم الكلام ده كويس. طيب هنا سؤال بسيط، هل بقول لك ممكن تحط نون استرويد مع الابيوت طالما انت فهمت الميكانيزم؟ ممكن. بس هو قوي خالص. ما تستاهلش. امتى بقى اضع؟ لو كان في منه انواع ضعيفه، هل في انواع ضعيفه؟ نعم. في انواع كوديين زي ما انت شايف، في حاجات ضعيفه خالص. ضعيفه جدا. فممكن نحطها مع بعض. الكوديين ده هتلاقوه موجود مع الباراسيتامول في الماركت عندنا في مصر او تي سي. موجود عادي يعني اي واحد يجيب. باراسيتامول مع كوديين، لان كوديين ضعيف. ضعيف في احنا قلنا الضعيف ده القاعده عندنا بقى في الاوبيوت، ضعيف ضعيف في كل حاجه. سايد افكت. ضعيف في الادمان، ضعيف في السايد افكت، ضعيف في الوزدرول. هو له في نفس العادات بس بسيط. تولرابول لدرجه ان بعض الدول عاملها اوتيسي. واضح يا شباب؟ عندنا بالطبع بالاوتيسي الكوديين بالذات في حاجات اخرى بقى. احنا موجود عندنا الناس أوتيسي. الناس يعني ايه استخداماته برضه ابيوز بطريقه سيئه. طيب بص يا ولاد، تركيب المورفين كده اهو، في اربع حلقات زي ما انتم شايفين، وفي ادا او اتش واو اتش. دي مهمه مهمه عندي عشان افهم الميتابوليزم. وما افهم الميتابوليزم هقول لك انا بتشال الاو اتش وتحط مكانها جلوكورونيك اسيد اسمه كونجيوجيش. اسمه ايه يا شباب؟ اصبح ووتر سولف. هو دلوقتي ليه بتسولف؟ لانه في حلقات بنزيم كثيره. لما يحط له جلوكورونيك اسيد اللي هو ووتر يصبح الدواء ووتر، يعني يخرج عن طريق الايه؟ الكبد. ده عرفنا اخذنا من المورفين. شفت النالوكسون برضه قريب منه يا شباب اهو. قريب من ده اللي بسكر كل الريسبتور ديت، وده عرفنا بعض الانتفان والمضاد المضاد. بصوا بقى على الريسبتور ده عشان اهم حاجه، وركز على الميو. الميو اهم حاجه. بصوا الميو بتعمل ايه يا ولاد بقى؟ هنقول التفصيل بتاعها بعدين. بتعمل نمره واحد انالجيزي، كل انواع الانالجيزي. وموجوده سوبرا سباينال وسباينال وبريفر. الاطراف الميو. تركيز تسكيل الالم بقوه عاليه جدا، الدواء اللي اجلست عليها قوي جدا. دي نمره. نمره اثنين هي اللي بتعمل برضه ايه؟ ريسبيراتوري ديبريشن. امتى؟ سنترا. اوعى تفتكروا ان الريسبيراتوري ديبريشن من بره. لا ايه يا شباب؟ سنترا يعني في المخ، يعني في المظله، يعني في ريسبيراتوري سنتر. طب ايه الفكره؟ عشان تعرفوها بالمره، بتخدره بس. مش هو بتعمل دلوقتي ما فيش كهرباء ماشيه خالص؟ منعت عملت هايبر بولاريزيشن خلاص، ما بيشعرش بالسي او 2، مش هو التنفس بتاعنا عن طريق زياده السي او 2؟ ما فيش ما بيشعرش، مخدر. عشان كده سموها ايه الاسم الاكاديمي اسمه؟ ناركوتيك. مخدرة، مخدر. انت مخدر. الريسبيراتور سنتر بتاعك مخدر.
فمش شعر بالسي او 2 بتقوم الريسبيريشن بتاع الناس دي يا اولاد يصل الى انه يقل في الـ في الـ في الامبليتيود وفي العدد. ممكن تجد الرجل بيتنفس 5 مرات في الدقيق، انت بتتنفس مثلا 20 في الحدود اللي هو 5 كفايه. بطيء الريسبيراتوري سنتر عنده ايه؟ ديبريس. ودي احد اكتبوها برضو معلومه، احد علامات انت تعرف واحد متسمم بالمورفين او بالعيله دي كلها. بص عدد مرات التنفس بتاعه. علامه ثانيه نعرفها بالمره اللي هي الميول السهل عشان نعرف اللي واخد جرعه زياده. يبقى عنده ايه يا اولاد؟ اولا هو متروزي ممكن كوم يصل للغيبوبه. نمره 2 الريسبيراتوري ريت عنده ايه؟ بطيء جدا، كل شويه فين وفين ما يتنفس مره. نمره 3 الاي ايه بقى؟ بين بوينت تيوبل، اكتبها بي 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 3 بي بين بوينت تيوبل، وكانها راس الدبوس يعني الفيبر صغير جدا جدا جدا. وهتفاجئوا برضه يا اولاد الافكت سنتر من الموتور نيرف من السنتر بتاعه النيوكلاس بتاعته مش بريفرا. يعني انت لو حطيت مورفين على العين كده ما يعملش اي حاجه. نفهم الكلام، التاثير هنا ايه يا شباب؟ سنتر. لا بص في عين المريض تلاقي البيبل بتاعه تقول له خلاص انا كشفتك يا باشا عرفت ان انت واخد. فهمت يا شباب؟ طيب برضه تعرف بقى المدمن، تعرف بيها المدمن. واحد يقول ده مش مدمن ولا حاجه، طب ثانيه واحده، اولا هتعد الريسبيراتور ريت هتلاقيه منخفض، هتلاقي الهارت ريت منخفض بص في عينه. قول له المؤاخذه انت ما دخلتش الحمام بقى لك كام يوم؟ بقى اسبوع امساك، برضه امساك مزمن. دي احد علامات الايه؟ لان احنا قلنا لو بيقدر الريسبيراتور موجوده فين؟ في الجهاز الهضمي نعرف تعمل ايه. خلاص يا شباب عندك 3 علامات تعرف المرض. طيب يبقى انا قلت هنا ريسبيراتوري ديبريشن سيديشن بتهدد هديها المريض خلاه ان لك اندفرنس تو اكسترنال ستيمولاي مش مهتم بحد مش مهتم بحد هادي خالص انت انكزايتي. ودي احد اسباب ان المرضى بياخدوه او المدمن بياخدوه بيقول لك تفصلنا عن العالم مش مهتم بحد سني مقلوبه بره عادي مش منتبه مش مكترث. واضح يا اولاد؟ وبعدين ايفوريا دي اهم حاجه بيخليهم يدمن مش الحاجات الاخرى. ايفوريا انبساط انتعاش يقول لك فلاينج فلوتنج ريلاكسيشن ترانكلينيتي هادي خالص مبسوط يعني ما عندوش اي مشكله. واضح يا شباب؟ هي الايفوريا دي هي اللي عامله المسلم واللي بتعملها الميو خلي بالكم عامل كده.